بنسحبها مباشره من الشركه خلال 24 ساعه بامنوا لنا مبلغنا. هي عن البورصه، المركز الرئيسي ببورصه. طبعا نحن المركز الرئيسي ببورصه، بس اللي جابنا على اسطنبول سبحان الله المكان اللي نحن موجودين فيه هو اكاديميه الهدف. نمشي نمشي وياكم، الله يهون مسعاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة معاكم. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم. أحمد أبو علاء مو فاضي، إيه مشغول كتير، مشغول هو الكابتن، هو الدينامو، هو المشرف العام للأكاديمية، يعني هو المشرف العام الفني، المشرف العام الفني ومؤسس الأكاديمية بشكل عام، كونه لاعب فوتبول قديم. كابتن أحمد معروف بسوريا بالوسط الرياضي، يعني لاعب قديم بالأندية، فهو كانت البداية من عنده، يعني هو المؤسس وهو بدأ بالأكاديمية. حضرتك هون شو المدير الإداري؟ أنا مصطفى يعقوب، المدير الإداري للأكاديمية. والله الإدارة صعبة، والله شو نسوي، أهم شيء التنسيق، التنسيق طبعا، تأمين احتياجات الأكاديمية، تأمين احتياجات اللاعبة، تنسيق مع المنشآت مع الملاعب، فالموضوع فيه شوي تعبان. إيه بس بالآخر يعني بتلاقي في مشتركين وفي طبعا عم يزيدوا كل فترة المشتركين طبعًا. الحمد لله. نحن مثل ما قلت لك البداية كانت مع الكابتن أحمد، بعد جيتوا على المنطقة لهون، فشفنا في نشاط، في نشاط رياضي للسوريين، لكن فوضى، ما في تنظيم لله. فكانت الفكرة عنده إنه حكاني إنه نحن لازم ننظم هالشباب، ننظم هالمواهب، يعني جديين، يعني نكون جديين، نعمل باحترافية بأكاديمية أكبر يعني. فكانت هون انطلقنا، والحمد لله يعني هاي صارنا تقريبا 11 شهر، كانت البداية جدا ممتازة الحمد لله. إيه فنحن بعد ما يعني انطلقنا بالأكاديمية لاحظنا يعني إنه في مواهب حرام تضيع، يعني شلون لازم تنعطى الفرصة، يعني لازم يعني تتروج وتتسوق لبرا يعني. فكان هون التحدي، وهون النقطة اللي كان يعني الموضوع هذا موضوع كبير، مشروع كبير، كان بده يعني شلون دعم، يعني شلون. فكان البحث عن دعم للأكاديمية، والحمد لله التقينا مع شركة الصقر. طبعا شركة الصقر هي شركة معروفة رائدة على مستوى الفوركس وتداول العملات، فكان الاتفاق معهم، هم كان عندهم نظرة وفكرة مشروع، يعني انه يبحثون عن موهبة شابة، تطويرات يعني تجهيزها وتسويقها للخارج، يعني ولو المساحة موجودة يعني. فالتقينا عند هاي النقطة نحن اثنيناتنا، فكان المشروع ان شاء الله يعني بدأنا فيه، والحمد لله نحن مستمرين. هلا حاليا في مجموعة مفرغة تفريغ كامل من اللعيبة. بعد ما انطلقنا بالدوري يعني كانت الفكرة، الشركة عندهم فكرة انه ما بيكفي اللاعب يجي لعندنا، لازم نحن نطلع لعند اللاعب. فكيف بدنا نصل للاعب؟ من خلال انشاء دورة يعني كروية على ملاعب كبيرة، ملاعب داعش، يعني فكرة كانت أولى من نوعها هون بالمنطقة، على نظام ذهاب وإياب، شلون، تحت مسمى الدوري السوري في إسطنبول. والحمد لله انطلقنا فيه، وأثمر هذا عن وجود مواهب، طلعت عندنا مواهب كثير كثير منيحة وكثير قوية، تستحق إنه يعني توصل لمراحل لأندية كبيرة يعني. عبد الله مقدار ولا مقدار العبد الله؟ عبد الله. مقدار العبد الله، تعال هيك على الضوء. انت اول ما بلشت يعني نويت انت تكون حارس مرمى؟ ايه، اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي مقدار احمد خير عبد الله، وليد 2006. ايه؟ يعني بدأت الطابة يعني من أنا صغير يعني. ايه؟ تعلمت ما وصلت الموصل كله بفضل الله وفضل الكابتن عثمان. ايوه، عثمان شو؟ عثمان كابتن عثمان. مدرب واحد دربك؟ مدرب كمان بسوريا. درب سوريا مين؟ كابتن جاسم. حلو. اخواني علموني، مساعدة اخواني وابويا امي، يعني كل بفضلهم ان شاء الله. انت قديش مولدك؟ 2006. 2006. شلون شايف انت يعني مكانك انت حارس مرمى؟ بتشوف بتتابع حراس المرمى بالعالم؟ تابعهم يعني. عم 24 ساعة التلفزيون تابعهم. أي حراس المرمى بالعالم هيك اللي بتحبهم؟ عرب، سوريين، عالميين؟ بيفون. بس يعني واحد؟ تير شتيغن وإبراهيم علمة. يعني متأثر فيهم هذول؟ هذول على طول متابعهم على اليوتيوب وعلى التلفزيون، مثل ما أشوفهم متابعهم أضحك على حركاتهم وأتعلم منهم.
وعم يعني انت واضح انه بدك تطول لسه ما يا عمر. في بين عليك انه بالمستقبل بدك تطول ان شاء الله. ان شاء الله. اهلا وسهلا فيك، فرصة سعيدة، موفق ان شاء الله. إذا المدربين كلهم حلبية؟ لا أنا حمصي. حمصي ها؟ آه بتفرق شوي؟ يعني بتفرق إيه؟ وسبي كرامة؟ وسبي وسبي أكيد وسبي. يعطيك العافية. بس عاد لبسونا أزرق شو بدنا نساوي؟ إيه كله واحد. إيه لا أكيد. رياضة واحدة. أكيد واحد. أهلا وسهلا. مبسوط أنت على إنه عم تشوف هيك في حالات يعني بالمستقبل ممكن يطلع منهم شيء؟ والله هن هدول الشباب اللي خلونا نشتغل صراحة، نحن أجينا لهون يعني شهاداتنا كنا صامدين على الحيط. إيه. لما أجينا لهون وشفنا هالمواهب هاي يعني هي اللي اعطتنا دافع للشغل انه تفعلوها وتشتغل. يعني جمعنا الـ كل شيء مواهب سوريه او بشكل عام يعني حتى في لاعبين عرب موجودين هون معنا. اي فالحمد لله عندنا مواهب يعني على مستوى عالي. يعني هلا انت بتشوف من خلال متابعتك لهذا الموضوع بيبين انه في مستويات بين الواحد اذا تعب عليها ما بيزعل. هلا عندنا لاعبين نحن لما بدينا هون لما اجينا كان في شويه فوضى يعني هاي الحقيقه يعني نحن جمعنا الشباب وجمعنا اللاعبين وكان في عمل احترافي وتوجت يعني بالاتفاق مع شركه الصقه والحمد لله اشتغلنا وماشيين سوا يعني وما عم يقصوا هن بالدعم بهذا الموضوع وفي لاعبين هلا اخذوهم يسوقون يعني ان شاء الله يعني يعني ان شاء الله لهم مستقبل وقادمات الايام. يعني عندنا تخمه ما شاء الله باللاعبين النجوم حرام هاي المواهب تنقتل بس ما في بلاد حيل يعني. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. مثل ما واحد وقف بيبرد ما شكرا لك. عفوا اسمك كريم؟ حسام محموي. على راسك حسام. شكرا الوسبي. شكرا. وانت مدرب النادي وين؟ نادي الوسبي. انا مدرب شبان الوسبي. ايه طلعوا ولعبوا وعملوا نتائج ان شاء الله الحمد لله. بيض الوسبي. ابدا أيوة. ابدا اكيد مريت الزمه اكيد. سلام. عم تقول لهم يعني انه هن الشباب اللي بيحكوا؟ لا الاستاذ حسن هو المسؤول عن الشركه. فهو مسؤوليته هي شو يحكي؟ ايه والاستاذ سامي هو المحلل تبع الشركه. برافو. لا استعجل ايوه ارجع دور. شركه الصقر طبعا هي بلشنا فيها ببورصه تقريبا صار لها سنتين ونص منطلقه او اكثر شوي ببورصه. شو بيقول عنها مثلا شركه الصقر؟ لا للوساطه الماليه للاستشارات الماليه. بنقوم دائما بدورات مجانيه لنشر هاي الثقافه. طبعا شركه الصقر ارتأت انه تعمل شيء لتنشر الثقافه بين السوريين يعرفوا الناس انه شو ماهيتها ما معنى هذا الشغل شلون نحن بنتعامل بهذا الشغل. فبلشنا نعمل دورات مجانيه. هاي الدورات هي من يعني مجانيه من شركه الصقر كتوعيه للناس انه في مجال بطالع مصاري كان معتم عليه نوعا ما ممكن تقول بسوريا انه ما كان عندنا اطلاع عليه. فصار هون انطلاق اكثر صار توعيه اكثر وبلشنا الحمد لله هون باسطنبول كمرحله اولى دوره اولى للدورات اللي بتصير هون باسطنبول باذن رب العالمين. اغلبيه الاشخاص هذا الوعي بالنسبه لهذه التجاره غائب عن ذهنهم او مفتهمينه بصوره خاطئه خلينا نقول هيك. اي فبالنسبه لي انا كدور الدور مالتي انه اوعي واعلم هذا المجال كيف انه تدخل بهذا المجال كيف تجني وتكسب ارباح بالاضافه الى مجال جدا ضخم. وما باذن انت كان عندك فكره وفتت ولا ما كان؟ احنا عندنا فكره انه بورصه شغله ما بنعرفها يعني غامضه كانت عندنا. ايه انه شلون بيدخل واحد شلون بيكسب شلون بيعمل تكسبها ما بنعرفها. اجينا هون لان دفعنا حضرنا دورات ثلاث اربع دورات. ايوه صار عندك فكره؟ صار عندي فكره اقتنعت فيها جربتهم بمبلغ مالي قليل شوي. أيوة. اول شيء طلعت اني ارباح عم تجيني ومصداقيه يعني مثلا انا بتصل معهم اليوم بين معي بالربح مثلا ربحت 200 دولار 300 دولار. أيوة. قالوا انا بدي اجي اخذ اسحب الدولار. تفضل اهلا وسهلا. بجي ثاني يوم بأمني المبلغ. في خساره وفي ربح. لا بس هن يعني بحاولوا انه يبعدونا عن المجال الخساره النهائي
يعني بفضل الاستاذ سامي مثلا او الاداره ايش في عندنا بكون عندهم هن طالعين على الجوال يعني بيعرفوا يحطوك على اي حاره واي طريقه يعني اللي عندهم بشوفوه في خطوره بيحكوا معنا او نحن بنشوف في صعوبه بنتصل معهم مثلا على مدار 24 ساعه فضل. كيف فكرتوا انه تعملوا رعايه لهي المجموعه السوريه انه كيف تعمل لاعبين ومنتخبات بالضبط هلا نحن كفكره شركه الصقر برعايه أكاديمية الهدف كانت الفكرة نابعة عن أنه نحن كشركة كنا الحمد لله رب العالمين الأولى والمتميزين ببورصة وعلى بتركيا والحمد لله بلشنا نطلع عالمي يعني الحمد لله الفضل لله دورنا على شيء يكون متميز فالحمد لله رب العالمين شفنا أنه أكاديمية الهدف هي أكاديمية مميزة بعد ما سوينا غربلة للأكاديميات الموجودة هون ارتقينا أنه الناس مميزين ناس عندهم طموح مثل الكابتن أحمد أبو علم هو اللي الكابتن تبع الأكاديمية مرتبين ما في فوضى يعني مثل طبعا مرتبين كادر إداري كادر تدريبي ناس أخلاقيات رائعة الحمد لله كل شيء واضح كل شيء واضح فعملنا اندماج من بيناتهم من ضمن أطلقنا لهم مشروع لحتى يرغبوا اللعيبة يعني الأعمار الصغيرة المواهب الصغيرة أعطيناهم مشروع أنه نحن عم نبحث عن موهبة بحيث انه هاي الموهبة تكون عم تتفرج انت بالملعب تشوفوا هذا اللاعب اللي انت عم تدور عليه مميز بس لقينا هاي المجموعة من اللاعبين عنا فكرة منتخب بإذن رب العالمين نعمله على مستوى غير أكاديميات كمان صقل للمواهب بشكل عام هدفنا منه الدعائي ونرعى شوي بالرياضة يعني نمشي خطوة بالرياضة بحيث انه ما تروح المواهب على الفاضي بإذن رب العالمين الله يعطيك العافية حمل تقيل هو بالبداية بس بعدين بيزبط إن شاء الله بإذن رب العالمين إن شاء الله شكرا ريح حالك شوي شو كيفك والله الحمد لله والله هو اخترقنا نحن النظام والله بس مو بدنا نصور الدنيا برد وبدنا نمشي فلازم نقول هيك نلتقينا بشي لاعب يقول انطباعه عن الأكاديمية يعني رأيه أول شيء أهلا وسهلا فيك عنا بالأكاديمية أهلا وسهلا فيك وخط العزيزة تيغال علينا معروف يعني عنا والله الأكاديمية يعني الحمد لله شوفت عينا يعني تطورت كثير بفترة قصيرة كثير جدا يعني أنت هلا تعتبر قديم بالأكاديمية أول الداخلين على الأكاديمية ايوه اي كنا سابقا باكاديميه الاتحاد فطلع الكابتن احمد وشكل اللي اسس الاكاديميه وكنت معه انا بالتاسيس يعني مرحله التاسيس والحمد لله يعني انه بلشنا مثل ما بيقولوا من الصفر يعني وكيف فيك تقول تحت الصفر بحكم الامكانيات اللي هون انت بالمغرب يعني كان احنا سوريين الحمد لله الكابتن احمد يعني صار في نتائج يعني الكابتن احمد كمان اسمه كمان بيلعب دور معروف هو يعني بمجال الرياضه السوريه من سوريا يعني والحمد لله شوي شوي طبعا بقولوا بطلع درجة درجة انت كيف شايف الجدد اللي عم يجوا يعني في مستويات في والله في يعني في مواهب كتير كبيرة يعني واعمار صغيرة يعني يعني في مثلا نحن عندنا حارس هناك عم يتمرن يعني مواليد 2000 تقريبا صغير شوي الشبني يعني في كتير اعمار صغيرة عم تجي لهون وموهوبة يعني بس مثل ما قلت لك بدهم كان انه حدا يعطيهم قواعد يبلش فيه يدعمهم يسقلهم من صغرهم يعني انه في مواهب كثير يعني معروف نحن اللاعبين السوريين يعني مواهبهم معروفه ومن كنا يعني مفزعين الحمد لله والحمد لله يعني الله يعطيك العافيه تعبناك باللقاء لا والله اسمك كريم باسل عبد الرحمن الله يعطيك العافيه موفق ان شاء الله الله يعطيك العافية يا أبو حميد الله يعافيك على راس أستاذ نورت والله أحمد أبو علم على راس أستاذ شرفت والله هلا كان حضرتك من الدير زور نعم افتخر بهذا الشيء أي حدا بالدير في عندهم يعني بيلبقوا في لبق يعني بيعطوه فلان أبو نخلة أبو كذا لا أنا أبو علم هي اسم الكنية الكنية صح الكنية أبو علم أنا أصلي من حما بس الوالدة وأخوالي من دير الزور ايوه فاستقريت هنيك انحسبت عليكم اي والله مثل علي فرزات ايوه علي فرزات شو؟ بتعرفوا حموي ولا ديري؟ بعرفه ديري ايوه هو حموي بس هو الاصل بس ويات الدير وياه الدير اهلا وسهلا استاذ طباعه وطباع ديريه؟ ايه اكيد الحمد لله بس انه ما ينسى لسه
اكلات الديريه اكيد ما هي الباميه والكباب الديري غير شكل. اي والله الله يعطيك العافيه. والله شيء مفرح انه يلاقي الواحد هيك الشباب بهالمستويات هي. الحمد لله. يعني خاصه السوريين اللي عم يدوروا على انه مين يرعاهم ليعملوا نتيجه. هو يعني احنا هدفنا هو هذا انه صقل هالمواهب يعني والحفاظ عليهم يعني من الناحيه الاخلاقيه الناحيه الفنيه. والحمد لله يعني صرنا شي سنه ونص عم نشتغل هون بالاكاديميه الهدف باسطنبول. طبعا هذا الفرع الثالث باسطنبول بتركيا. الفرع الاول والثاني الاول بأورفا. طبعا بعد نجاح حققوا اخواتنا بأورفا كابتن احمد جفال كابتن احمد الحاج بهاتاي خبرونا مشان فتح فرع باسطنبول. الحمد لله صرنا سنه ونص ماشيين. الحمد لله الامور ماشيه طبيعي يعني. طالما وصلتوا لهي النتائج لقيتوا شركه تقدر ترعى القصه. الحمد لله يعني شركه الصقر ما قصرت معنا الحمد لله. يعني هي مثل ما يقولوا الشركه الامثل مع الاكاديميه اللي هي النتائج تطلع ممتازه فبدها يعني الحمد لله اكاديميه كبيره والحمد لله تمت الرعايه يعني بيناتنا. اخي احمد هلا وصلتوا لاي مستوى من المشروع تبعكم على انه تقدموا لاعب محترف مثلا؟ هو احنا هذا هدفنا. احنا يعني في انديه بصراحه يعني بتركيا بس ولكن مو الطموح اللي احنا بدنا اياه. ففي ثلاث انديه دول مع الشركه طبعا عم يشتغلوا هن بورصه سبور بلاتاسراي وشكتاش. انه احنا صار في سيستم بيناتنا انه تقدموا لنا لاعب كل سنه. أيوة. تقدموا لنا لاعب. ايه الحمد لله احنا على هذا الهدف عم نمشي. ايه بدأتوا. ايه الحمد لله رب العالمين. هلا ان شاء الله في مواهب يعني ان شاء الله يعني بعد ثلاث شهور عم نتجهز للامور الاداريه ان شاء الله راح يتم التسويق ان شاء الله. فتحنا كمان خط الخليج. ايه الحمد لله في عم يحكوا معنا من قطر من الامارات. ايه للفئات العمريه طبعا. هلا كل ما صار في توسع بمعرفه انه شو عم تساووا انتم كل ما صار في عندكم عدد من اللاعبين اللي قدروا يجوا اكاديميا. الحمد لله صار لنا سنه ونص قلت لك استاذ. عندنا من كل الجنسيات مو انه شرط يعني انه سوري. لا لا الحمد لله احنا احنا كنا عرب كنا اخوه يعني ان شاء الله احنا كل الجنسيات. الرياضه معنا اكيد الرياضه تجمع كل الاطياف. اي والحمد لله قلت لك مشروعنا ماشيين فيه ان شاء الله والله لا يخجلنا بس نفرح يعني على الاقل انه هل الشيء صار الحصار الغربه هذا الشيء عم يعني اللاعب عم يجي سبت واحد سبت واحد يعني عنده عطلته الوحيده يعني بتعرف انت ضغط الشغل بالعاده صعبه الامور صعبه يعني خصوصا النوم هو عم يستنى سبت واحد بفارغ الصبر والله. يعني بنشوفه نحن يعني والحمد لله ان شاء الله نقدر يعني نفرح هالمواهب. هلا بجوز في ناس بتسال بتقول انه اي حدا بيقدر يجي النوع الاشتراك كيف طريقته يعني شلون الاكاديميات استاذ بكل العالم ماجوره. ايه. يعني هون الملاعب التركيه احنا عم نستاجرها ايجار. في ايجار مدربين في مصور خاص للأكاديمية طبعا كل تمرين متواجد. انت شوفت عينك يعني عم يصور كل شيء. ايه تعرف انت الامور الثانيه يعني هي تترتب علينا اجباري. احنا عم ناخذ شيء رمزي مو انه هدفنا تجاره ولا شيء. انا قلت لك هدفنا احنا نحافظ على المواهب هاي ونطورها بالشكل الصحيح والحمد لله عندنا كادر يعني اسماء الحمد لله فضل من الله معروفه يعني بسوريا عندها شهادات تدريب. كابتن عثمان قيلي ان شاء الله يرجع بخير سلامه راح اجازه على سوريا عمل دوره تدريب. كابتن حسام الحموي كمان مدرب معروف بسوريا والحمد لله انا في عندنا اداري عام للاكاديميه يعني كمان لله خبرات يعني. ايه الحمد لله عندنا كادر كامل يعني الحمد لله الحمد لله. فاي شيء حدا بده يتواصل معكم في لكم انتم على المستقبل كل ال ايه امتى ما هي احنا جاهزين يعني. هلا هذا الملعب وين باي منطقه؟ توكبي. هي منطقة اسم ملعب ميمار سينان منطقة الفاتح. احنا حاطينها يعني من نص الوسط مثل ما يقولوا وسط البلد قريبة على الكل الملعب. فاللي بده يشوفكم يجي لهون ولا يتواصل معنا في رقم هاتف على صفحة في على الفيس اكاديمية الهدف اسطنبول عم يتواصلوا معي يعني على الرقم. والحمد لله قلت لك احنا يعني مو الغايه ماديه لا يشهد الله يعني اهم شيء المواهب انه كل لاعب يصل لها. بقول لك الرياضه بدمه اكيد يحافظ على موهبته على الشيء اللي هو ماشي عليه ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله. خلاص استاذ الله شكرا بحمد الله يسلمك. جينا وجينا وجيناكم الله محيي ما لقاكم وين ما رحتوا وين ما جيتوا الله محيي ما مشاكم. نمشي نمشي وياكم الله يهون مسعاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة معاكم. جينا وجينا وجيناكم الله محيي ما لقاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم. Thank you.